بيت الممكن لإرساء مجلس للصحافة في تونس، والهدف الأساسي لجمع اليوم خبراء وجامعيين وممثلي الهياكل في ندوة نظمها مكتب المادة 19 في تونس للدفاع عن حرية التعبير والإعلام، وين تمت مناقشة دور المجلس هذا وكيفية اختيار تركيبة أعضائه. متابع لطفي المشري. ما زالت المشاورات والتحضيرات متواصلة في تونس من أجل إرساء مجلس للصحافة يهتم بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، خصوصا أنها لا تدخل ضمن مشمولات هيئة الاتصال السمعي البصري. وكان هذا محور الندوة اللي نظمها اليوم بالعاصمة مكتب المادة 19 في تونس بالاشتراك مع نقابة الصحفيين وجماعة مديري الصحف. من الأفضل اليوم لتونس أنه يقع يعني إنشاء أظن مجلس أعلى للصحافة المكتوبة، لا يكون دوره فقط يعني تلقي الشكاوى أو النظر في التجاوزات للصحافة المكتوبة، وهذا خبز يومي يحدث في العالم أجمع، ولكن خاصة أنه يكون عندها دور في وضع تصور يعني للصحافة في تونس الجمهورية الثانية. مجلس الصحافة كما يراه الخبراء يضم أهل الاختصاص من إعلاميين ضمن آلية التعديل الذاتي، وكل هذا باعتماد التجارب المقارنة للدول المتقدمة على غرار التجربة البلجيكية.